Welcome again, dear pupils, in grade 5. Now, activity book, lessons 3 and 4 from unit 16. Unit 16, lessons 3 and 4, grade number 5. Welcome, dear pupils. Activity number 1, complete the sentences. نكمل الجمل. طبعا هون حكينا على الاف كلوز وحكينا لكم الاف كلوز يا مس بدكم تركزوا فيه منيح. الاف كلوز بيقول لك انه اف اذا اف الشرطيه الجمل الشرطيه اف بيجي مع كلمه اف هذه اف اذا بيجي مباشره وراها الفيرب لازم يكون سمبل بريزنت مضارع بسيط وكلنا بنعرف المضارع البسيط اذا السبجكت الفاعل سنجولر بياخذ الفعل اس واذا اي وذي وي ويو وي I, they, we, you الأربعة هدول أو أسماء الجمع البلورال هدول يا مس بدهم ياخدوا بضلوا الفعل السيمبل بريزنت زي ما هو ما بتغير والجزء الثاني من الإف كلوز بده يصير فيه ويل سوف ودائما بعد الويل إيش الفعل اللي بيجي بعد الويل إنفينيتيف مجرد ما بعليه ولا تغيير يعني جدا سهل هذا إف كلوز تايب 1 بنسميه النوع الأول سيمبل بريزنت مع سيمبل فيوتشر الفيوتشر البسيط اللي هو ويل بس وتصريف أول للفعل اللي هو الانفينيتيف. خلينا if he goes. لاحظوا هذه if إذا he goes هون simple present لأنه هي بتأخذ أس للفعل goes to the zoo. He will يعني he'll see the lion. He'll see the lion. هيها he'll see the lion. Number two. If he plays. لاحظوا هاي كمان plays. ضفت للفعل أس plays لأنه he with the knife. إذا بيلعب بالنايف. He will or he'll cut his finger. يقطع أصبعه. يجرح أصبعه. He'll هذه يا مس يعني he will. He will cut his finger. اختصار له he will. If she eats candy all the time. إذا هي بتأكل candy eats. لاحظوا she eats. Simple present كمان candy. ملبس all the time طول الوقت. She'll get fat. She'll get fat سوف تسمن وإيش كمان she'll hurt يعني she will hurt her teeth كمان تؤذي أسنانها إن هيها she's at the dentist if you don't brush your teeth after meals كمان صار إذا ما بتفرشي أسنانها بعد الوجبات she'll go to the dentist or you'll if you هون شو بقول لك لا you هون If you don't brush, إذا أنت ما بتفرش أسنانك after meals بعد الوجبات, you'll, أنت, you will go to the dentist. سوف تذهب للدنتست. If you touch the stove, إذا أنت بتلمس المدفأة أو الغاز, stove أو النار, you'll burn, سوف تحرق, you'll burn your hand, سوف تحرق يدك. تمام هيك يا ميس? These are the answers. تمام هلا في عندي هون يا مس اكتيفيتي نمبر 2 سولف ذا بروبلم يعني حل المشكله حلها هذه في معضله هون في ريدل اللي هو لغز ريدل لغز يعني بدنا نحل اللغز هذا بقول لك ابيجر متسول مش قلنا بيجر يتسول ويترجى هون بيجر سموه المتسول اللي هو المتسول بنقول متسولين في الشوارع اللي هم بيشحدوا يعني ابيجر هاز تو براذرز has two brothers اخوان اثنين البيجر once the bigger واحد من البيجر said عندما قالت البيجر هذا البيجر الشحات او المتسوله said if i die اذا انا بموت my brothers اخواني الاثنين won't lose a brother ما رح يخسروا brother اخ how could this be كيف هيك ممكن يكون طبعا البيجر هنا مش يعني واحد يعني bigger a woman bigger a woman bigger اللي هي متسولة وحدة هياتها بقول لك اذا هي a bigger وحدة a woman bigger okay the bigger الحال انه هي بتكون the bigger المتسولة is a woman المتسولة هي عبارة عن امرأة if she dies اذا ماتت if she dies اذا هي ماتت her brothers will lose a sister اخوانها رح يخسروا اخت مش اخ not a brother يعني بتقول لك if i die اذا انا بموت my brothers اخواني won't lose a brother ما رح يخسروا اخ معناته ايش انا بتكون هي woman a woman bigger متسوله not a
man يعني not a man مش رجل. تمام. Now lesson 4, what will happen, ماذا سوف يحدث, write sentences. خلينا نشوف ماذا سوف يحدث. هذه كمان على ال if clause. هلا if they stay in the village, إذا هم بقيوا في القرية, they will be sick, سوف يمرضون. هون if he drinks milk, if he drinks milk he will be healthy. If it rains, if it rains, إذا تمطر, he will carry an umbrella, هو سوف يحمل مظلة. If he wins a lot of money, إذا هو ربح أو يربح الكثير من النقود, he will buy a new car, هو سوف يشتري سيارة. If he or if the boy, if the baby waters the plants, يروي النباتات, it will grow or they will grow. النباتات plants, they will grow سوف ينمو. Okay, write the sentences you have made. الجمل اللي عملناها خلينا نشوف هون شو عملناها اللي حكيناها. If you drink milk, أو إذا أنت بتشرب milk you'll be healthy. هاي أول واحدة, إذا أنت بتشرب حليب راح تكون بصحة جيدة. Number two, if it rains I'll carry an umbrella. أنا حطيتهم he'll carry, وهون حطيت if he drinks, يعني جملي صحيحة بس هون بدنا نحكي عن حالنا إحنا. هون if I ممكن يكون يعني حاط if I win a lot of money, إذا أنا ربحت I'll buy a new car, بحكي عن حالنا بس أنا حكيت عن الأشخاص اللي بالpictures مش عن حالي. The last one, if you water the plants they will grow. هم واضحين يا مس. تمام. These are the answers. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا اليونت وفهمتوا اللي هو الـ if clause. تمام يا مس. إن شاء الله نلتقي with the new unit. Goodbye.